قابلتك. اعرفك على اسمي رضا ابو زهره. اشتغلت الادوات الطبيه في الكراسي وكده، عندي شغل في ده. بس ده مش جديد صح؟ لا هو مستعمل. بس في مشكله، ده العجل بتاعه مش مظبوط. انت يعني انا كان بدي كرسي كهربائي. والله انا طب لا طب لو يعني لو عندك القديم تديني القديم مثلا وانا اصلحه، لو بتحب يعني تساعد ناس كده. انا عندي القديم. هو ده بس؟ هو بس. صابة قديمة؟ معلش. لا صابة من 3 سنين. كانت ايه؟ اشتغل بشركة فجأة يعني صابني كيف نسيت الكهرباء في ظهري. فلما رحت سنة صورة فلانية وعملت المستشفى فريقوا معي ديسك. الديسك متعدد مش فقره. كذا فقره؟ يعني من الرقبه لاسفل الظهر. فحاولت اني اعمل عمليه. لما جيت اعمل عمليه الدكتور قال لي عمليتك صعبه. يعني عندي فقرات وضغط على المفاشل. طب انت قررت انك ما تعملش العمليه؟ لانه هيك اريح لي. وانت موافقه مدامك يعني انت مش عايزاه يعمل عمليه؟ لا طبعا مش عايزاه. انا عندي شغل طفل ثاني يعني اذا ارتمى بالفرشه انا راح اتحمل مسؤوليه كامله. انا هسه حاليا متحمل مسؤوليه كامله. عندكم أطفال؟ عندي طفلتين صغار. ربنا يخليهم. ضغوطات نفسية مش طبيعية. أكيد أنا فاهم. أنا بيتي كنت عينه. أنا شايل الحمل. بس كنت جوصني شايل كل الحمل. طب أنت دخلك منين؟ دخل الشغل بتاعك منين؟ دخلي ضمان. إلي ضمان. بس إيه؟ مستاجر وعلي التزامات. ديون يعني الحمد لله. الحمد لله ربنا قويك ربنا قويك ربنا. حياتي كانت تختلف قبل 3 سنين. من 3 سنين جاي حياتي تغيرت يعني. أنا حلمي كبير. قولي. حلمي ممكن أساعد يعني والله. حلمي ربي بناتي. أكيد إن شاء الله ربي. حلمي أفتح لي شغلة اللي أستفيد منها. اللي أستفيد منها يعني اللي تستر في تجربتي لقدام. بس سمعتك بتقول انك انت عايز كرسي تاني. ده هيساعدك في الشغل بتاعك اللي انت عايزه منه. هو ايه سنتين اصلا ما طلعش من الدار ترفع. كرسي ايه يعني؟ كرسي كهربائي. كرسي كهرباء. طب ده ممكن اخد الكرسي ده اساعد بيه ناس تانية لو جالك. يعني انا بعمل عندي في الورشه صيانه وكده. لأنه في ناس أكيد محتاجة. أنا صار عندي كرسي كهرباء مش رافع. في ناس ممكن ناس مستنية كرسي زي ده يعني مستنية. أنت حبت كرسي فأنا يعني أعمل له صيانة عندي في الورشة ويجي لك يعني ده خير يعني عارف اللي بيفك كرب ناس ربنا بيفك كربه. طبعا يفرج على ناس ربنا يفرج. التليفون اللي عندي في الورشة لأنه أنا مش فاكر بس الحاجات اللي أنا كنت في مصر لسه جاي امبارح يعني. فلو في حاجة كده هشوف لو كده هقول لك وآخد عنوانك يعني خلي الشباب يوصلوها لغاية عندك بقى الكرسي كهرباء إن شاء الله. إن شاء الله يكون موجود. ولو علي جه اقول له انا رقص المايك 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 ايوه الناس لو انت تمشي هو ده اللي بتدور عليه؟ هو ده بالظبط. طيب هو ده بتاعك ده ليك ده؟ ليك. انا بشتري هنا باين نسينا نرسل ده ده بالظبط اللي بدور عليه. ده مريح بالنسبه لي. مريح حبيبي. دخل. ده هديه لك. ده هديه منك. سلام. الله يخليك. ده يعني الله يفرحك يعني حاجه كده يا رب تساعدك تقويك وإيمانك هو اقوى حاجه. إيمانك أهم حاجة. أنا حاجة يعني هدية بسيطة. هل تقدر أروح معي؟ ده ليك. لا ده ليك. ده ليك. الحمد لله. ده ليك. أنا بعمل ده يعني فاهم. وأنا برضو في كمان هدية برضو بسيطة. افتح الظرف ده. ده لك. ده؟ بس استسمحك في ورقة موجودة.
بتعرف تقري مدام؟ لو أقرأها لك بس يعني لو عارفة تقريها ممكن بس تقريها وتسمعيها. السيد الفاضل لؤي أبو جهر، هذا المبلغ المالي الدعمي وساهمي في رسم البسمة على حياتك، تكفل بتخصيص مبلغ مالي لتأسيس مشروع تواصل به حياتك، دفع متأخرات الفواتير خاصة باحتياجات الأسر، دفع تكاليف كرسي كهرباء يساعدك بشكل أفضل في حياتك. حفظك الله وأسرتك الكريمة والدنيا. آمين يا رب. آمين 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 آمين. سيبه فرحتني الله يفرح حبيب الله. يعني تبدأ مشروع اللي انت بتفكر فيه وهذا المبلغ لك والكرسي طبعا هدية وبداية، ودائما البداية بتكون حبيب. أنا جايلك حياة حلوة، حياة حلوة، تصير أحلى إن شاء الله، إن شاء الله. السلام عليكم. السلام. صديقي كيف حالك؟ طمنا عليك. كويس. أنت كيف حالك؟ الحمد لله. لؤي. أحمد اليماحي من قناة أبو ظبي. كنا متابعين حالتكم من شهر تقريبا، وعارفين ظروفكم والحكاية مع الإخوان اللي في الجمعية، حبينا نساعدكم يا إخوان. يعني اعذرونا دخلنا عليكم فجأة، ولكن هذا حال الدنيا. الأخ لأخيه أكيد الله يسلمك. ما عندي سؤال كي توك مشبه عليه كم كمامة ولا نظارة؟ كمامة ولا نظارة؟ لا واحدة معنا. اختار كمامة ولا نظارة؟ كمامة. سادية بصر. Oh.